تحقيق لمراسل CNN اللي عملوا عن السياحة في السعودية ودور المرأة فيها، حقق مشاهدة في العالم كانت عالية جدا. صحيح. فهي لكن, يعني لكن, لكن, لكن أنا أقول لك وأعيد وأزيد، أنا ماني محرض ولاني من جماعة الشعبوية، في انتقائية، والإعلام هو الانتقائية سلكتف اختياري، الإعلام انتقائية، لكن كيف أنت تدل هذا الإعلام وتوجهه أنه يشوف؟ إحنا كمان يجب أن بالأفعال الجيدة أول حاجة. بس هل تتفق معي أنه ما يمكن في إنسان أو دولة صورته كاملة 100%؟ مستحيل. فإحنا ليه ما نركز على عواملنا الإيجابية ونظهر هذه الصورة تقديمها بشكل صحيح، بدل ما وأيضا محتاجين أن نخاطب الشعوب بلغاتها. بمعنى أنه إذا عندي مليار نسمة في الهند يتكلموا الأردو، صعب أني أرسل له يعني شيء بالعربي يتكلم. فلذلك أحتاج أن أخاطبه باللغة اللي هو يفهمها وبالأسلوب والطريقة. يعني في حاجة اسمها كاستمايزيشن، أنك أنت تشوف المجتمع والبيئة هذه وتخاطبها بالأسلوب والطريقة التي هو يستوعبها. هذه مهمة جدا، لأنه إحنا اليوم، وهذه على فكرة لها تأثير فيما يتعلق تفصيل الرسالة، ما في رسالة واحدة بشكل واحد. وهي أيضا لها تأثير فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الخارجية. بمعنى أنت إنه هذا التدفق الاستثمار الخارجي لما يكون عنده صورة نمطية مغلوطة، وهو يعتقد أنه في أفعال غير جيدة مثلا تمت، وأنه ما في تغير في السعودية. أي واحد أنت الآن تقول له هل تعرف أن السعودية صار فيها هذا التحول الاجتماعي الكبير والتطور اللي حصل والنقلة المهمة جدا اللي حصلت، كثير منهم ما يعرف هذا الشيء. فإحنا كمان رسائلنا أين تصل؟ من المؤثر في كتابة العمود؟ من الذي يقرأ له في بلده؟ كيف نوصل في تحاور مع هذا؟ كيف نفتح له الطريق وأن يأتي وأن يكون موجود حتى يطلع بنفسه؟ الصناعة الإعلامية. لكن طبعا. المشاهد حيقول أني كررت كثيرا كلمة الباحث الدكتور عبدالعزيز. ماذا عنكم أنتم في مراكز الأبحاث؟ لا، إحنا في مراكز الأبحاث مهمة كثير من النقد وجه لكم في هذا البرنامج. أكيد. فأنت الآن رئيس مركز الأبحاث. يعني أنا أقول حاجتين، إحنا مهمتنا أنه تفسير ما حدث ولماذا وما يمكن أن يحدث وتوقع ما يمكن أن يحدث. يعني هذا العمل البريدكشن، توقعات اللي ممكن. يعني إحنا، أنا أتذكر يعني من قبل فيما يتعلق ب 11 سبتمبر كان عندي أنا تنويه لكثير لبعض الأخوان المسؤولين أنه ترى راح يكون في حملة منظمة، في مؤشرات لها. المراكز البحثية مهمتها الأوتريتش، أنها تصل إلى العقول والمفكرين، الجامعات، المؤسسات البحثية. مضبوط. يكون في حوار معها مهم جدا حتى أنت توصل وتصحح للصورة المغلوطة. كل ما كان الحوار جيد معهم والحقائق يعني واضحة والأرقام يعني مثبتة. يعني اليوم ما حد يتكلم عن كم قتلوا الأمريكان في خلال 20 سنة في أفغانستان، كم مات من الأفغان. لا، أنا أعطيك مثال بسيط. إحنا نتكلم الآن عن رئيس لجنة التحقيق في الأحداث سبتمبر في أمريكا، يقول إني كل ما قرأت الملفات وكل ما أبحرت فيها وجدت إيران أكثر من السعودية. إيران أكثر توغلا. نعم. وين مراكز الأبحاث عن هذا الحكي؟ إذا كان الإعلام الأمريكي سيتغافل، أين الرصد؟ يعني مثلا إحنا الآن أمام كتاب صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل. لا. المهم اللي حيصدر عن أفغانستان، النسخة العربية حتكون هو إن شاء الله راح يسوي له عرض في 7 أكتوبر في معرض الكتاب. وهذا شيء جميل. أنا استفسرت منه قبل تسجيل البرنامج، قال لي النسخة العربية حتكون في معرض الكتاب في الرياض، والنسخة الإنجليزية موجودة في لندن. لكن مثلا ظهر أيضا كتاب للباحث النرويجي توماس هيغمر، سيرة مطولة بعنوان القافلة عن عبد الله عزام مؤسس الأفغان العرب. السردية توثيقها لماذا ما هي موجودة عندنا؟ لماذا تغيب؟ يعني ما نقدر نلوم بس الأشخاص السعوديين، ولكن الحمد لله رب العالمين الآن إحنا نزخر بمراكز بحثية كثيرة وبمؤسسات إعلامية مهمة جدا وبتواصل عالمي يعني جيد. المهم أن لا نخاطب أنفسنا فقط. صحيح، إحنا محتاجين نخاطب الداخل برسائل معينة، ولكن يجب أن لا يكون خطابنا الإعلامي هو فقط لأنفسنا، أن تصل إلى الخارج وأن تحاول أن توصل. يعني اليوم مين تكلم عن دور المملكة الحقيقي الكبير في كوفيد 19، في كورونا؟ كم قدمت المملكة من مساعدات على عدة مستويات لمواطنيها، للمقيمين على أراضيها، للدول الأخرى الخارجية، للأبحاث الدولية، للمساعدات الدولية التي تمت؟ ما حد يجيب سيرة بالشيء هذا. تمام. ولذلك هي مهمة. ولذلك أنا أقول كل مواطن هو سفير لبلده، هو مسؤول أن يقدم هذا الشيء، هو مهم أن يعرف عن بلده وما يحققه بلده.